جديدة من حلقات برنامج بالقانون. الناس الأسوياء ما بيرتكبوش جرائم، الناس ضعاف النفوس اللي بيرتكبوا الجرائم غالبا ما بيبحثوا على الطرف الضعيف علشان يقدروا يا إما يضحكوا عليه، يا إما يمارسوا عنف ضده، يا إما حتى قد تصل الأمور إلى الوفاة. خلينا نتكلم على واحد من النماذج اللي دايما بتتعرض ل قمع كبير داخل المجتمعات، حتى المجتمعات المتحضرة. النهاردة هنتكلم على المرأة وجرائم العنف الممارسة ضدها. احنا اتكلمنا قبل كده على جرائم العنف الممارسة ضد الأطفال، النهاردة هنتكلم على المرأة ونعرف كل ما له علاقة بهذه الجرائم، وأيضا الجرائم الخاصة بالعلاقات الزوجية برضو هنتطرق لها النهاردة. تابعونا. استاذة ميرفت حافظ، المحامية بالاستئناف العالي، أهلا بك. أهلا بحضرتك. احنا دايما بنبدأ حلقاتنا بمناقشة احد الاخبار. الخبر اللي معنا النهاردة من الاهرام، بعد اعادة تشكيلها برئاسة النائب العام لجنة استرداد الاموال المهربة في مهمة صعبة. الخبراء بيقولوا مطلوب الكشف عن العقبات التي منعت عودة الاموال المهربة، وفي تقرير دولي بيقول ان في 8 مليارات دولار خرجت من مصر عام 2011. ومتن الخبر بيقول ان اكثر من 4 سنوات مضت على قيام ثورة 25 يناير، تم خلالها تشكيل العديد من اللجان الرسمية لاسترداد الاموال المهربة للخارج، لكنها لم تفلح في استعادة تلك الاموال. الان نحن بصدد لجنة جديدة شكلها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، وهي اللجنة التي يعلق عليها الكثير من المصريون الامال لاسترداد اموال الشعب المهربة. ويبقى السؤال، ما هو سبب تعثر اللجان السابقة في استرداد هذه الأموال، وإيه الجديد الذي ممكن أن تأتي به هذه اللجنة؟ طبعا احنا عقب 2011، عقب الثورة، كان الكيان الدولة غير موجود، لأن قيام الثورة ما فيش سلطات وما فيش جهات حكومية مسؤولة عن الدولة. كانت اللجان السابقة عبارة عن لجان شعبية، يعني الأشخاص العاديين اللي مثلا خارج الدولة أو داخل الدولة، دي جهود ذاتية عادية مش صادرة من جهات مسؤولة في الدولة، لأن في 2011 ما كانتش عندي سلطة أصلا. فاللجان دي كانت لجان شعبية، فطبعا هي قامت بمجرد مجهودات عادية اللي هي حصر الأموال اللي تم خروجها من البلد أو تم تهريبها للخارج. طبعا الجهود دي برضو لم تثمر، لان لم تكون هناك سلطه قائمه لتنفيذ الامور اللي تعيد الاموال دي. سلطه هنا قائمه بمعنى دوله يعني؟ طبعا انا اثناء الثوره انا ما عنديش حد يقوم بالتحقيق او بخطوات رسميه لاستعاده هذه الاموال. طيب. اللجنه الحاليه او اللجنه اللي موجوده برضه، كان في لجان رسميه قبل اللجنه الحاليه، كان في لجان رسميه، بس ايه بقى اللي كان بيؤدي للتعثر؟ التوتر وتغيير الحكومات والازمات اللي موجوده في الدوله وعدم استقرار المناخ السياسي في الدوله، ده ادى الى تعطيل هذه اللجان. وحاليا، وطبعا اللجان السابقه كانت متوقفه على صدور احكام بالادانه على المتهمين، يعني واقفه لحين صدور احكام نهائيه، حتى الجهات الخارجيه هي اللي طلبت ده بالظبط علشان تديني اي معلومات طالبه احكام ادانه. حاليا المتهمين حصلوا على احكام براءه، تمام، خلاص الباب اتقفل نهائيا. حتى اللجان دي لو قامت بمهمه رسميه مش هتكون لها نتيجه، لان خلاص الاشخاص دول اصبحوا في نظر القانون براءه. حتى انا لو انا مصر ان انا استعيد هذه الاموال، الجهات الخارجيه خلاص مش هتبدا تديني اي معلومات ولا هتتعامل معايا بناء على احكام البراءه دي. تمام، يعني احنا مقبلين على مشكله ثانيه. طبعا احنا ان شاء الله يبقى لنا كلام ثاني عن هذا الموضوع ونفرده بشكل اكبر، يمكن في بيت العيله او ما الى ذلك. هستاذن حضرتك والساده المشاهدين، هنخرج فاصل ونرجع عشان نستكمل موضوع حلقتنا النهارده اللي هيكون حول جرائم العنف ضد المراه في العالي، وكلمنا عن العنف ضد المرأة. مبدئيا يا أستاذة ميرفت، يعني إيه عنف ضد المرأة زي ما بيعرفه بقى العالم والمنظمات الدولية؟ هو تعريف العنف ضد المرأة استنادا لتقرير التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية، ده عبارة عن سلوك أو فعل موجه للمرأة. طبعا سلوك عدواني أو سلوك بيعتمد على القوة والشدة والإكراه، بيتمثل طبعا في الضرب، يتمثل في اعمال عنف ضد هذه المرأة، سلوكيات عنيفة ضدها.
ده بشكل عام، وبرضو هذا المفهوم مأخوذ على الشكل الخاص أو الشكل المحلي أو الشكل اللي بيتبع الإقليم. يعني مثلا في مصر عندنا العنف ضد المرأة بيبقى على المستوى الأسري والمستوى الاجتماعي والمستوى الخارجي اللي هو في المحيط، التعامل خارجيا خارج الأسرة برضو بيتمثل هذا السلوك في شكل قوة أو شكل عنف أو شكل إكراه. على المستوى الأسري طبعا بيتمثل. معنى كده انه العنف اللفظي والعسف المعنوي دول ما بيدخلوش في اطار جرائم ضد المرأة؟ اكراه، يشكل اكراه طبعا، وده طبعا زي السب او الشتم ده يعتبر اكراه، بس اكراه معنوي طبعا، والتهديد ده كله اكراه معنوي. ما انا عندي الاكراه شقين او بيتمثل في حاجتين، اكراه مادي وده طبعا باستخدام اليد او باستخدام الآلة، والاكراه المعنوي ده بقى بالشتم او بالسب او بالقهر او بالتهديد زي ما حضرتك بتقول. اذا مبدئيا كده اصلا ما ضربتهاش، ما عملتلهاش حاجه، ما ضربتهاش، لو كان هو مجبرها على حاجه حتى بدون ضرب اذا ده نوع من انواع العنف، من انواع العنف طبعا، ممارسه ضد المراه. خلينا بقى نتكلم على اسباب العنف. او طبعا اسباب العنف بكتيره بتتمثل في مثلا النظره الخاطئه للمراه في مجتمعنا، بيكون النظره الدونيه للانثى وتغليب دور الرجل عليها ده يعتبر من اسباب العنف. الأسباب الاقتصادية السيئة والتعليمية والصحية أيضا بتؤدي إلى وده تفضيلية للذكور. طبعا طبعا، برضو البطالة والجهل والفقر ده بيؤدي إلى برضو إعلاء دور الرجل، وبرضو بيمارس نتيجة هذه الضغوط عليه أشكال من العنف ضد المرأة. كمان في طبعا هو الوضع ده مش عندنا احنا، في الدول اللي هي بيكون فيها حروب او اوضاع كارثية ده برضو بيمارس العنف اكتر ضد المرأة، وده العنف ده بيشكل في شكل اغتصاب او في شكل قتل، في ممارسات عنيفة جدا اسوأ ما يكون في الدول العادية او الدول اللي عندها الاوضاع الى حد ما سلمية. برضو التوظيف السيء للسلطة في المرأة ده يعتبر من مظاهر العنف أو من أسبابه. يعني المرأة حينما لا تولى مناصب هي تستحقها في الدولة ده نوع من أنواع أو من أسباب العنف ضد المرأة، حينما لا تتولى المرأة دورها لتؤدي إلى تنمية المجتمع، لأن هي دورها في المجتمع بيكافئ دور الرجل. مش ولما تاخد مبالغ أقل على نفسها، ولما بالضبط، ولما تقهر في وظيفتها بالطرد أو بالتهديد أو بالتقليل من شأنها أو بحجبها من الترقيات، كل ده يعتبر نوع من أنواع الإكراه. يعني احنا بنتكلم كده على مجموعة قضايا الجندر بوجه عام اللي تم الحديث عنها لمدة سنوات طويلة، ودي تدخل أيضا في العنف الممارس ضد المرأة. لو حبينا نعرفهم قضايا الجندر دي عبارة عن ايه بشكل مبسط، نقول لهم ايه؟ احنا هنقول ان العنف يعني هنحصره في مصر في ثلاث محاور. تمام. عنف داخل الأسرة، وده بيتمثل في عنف ولي الأمر بالضرب بشكل أوضح، لأنه هو الضرب ده هو الصورة الأوضح في الأسرة، سواء بقى الضرب من الأب أو من الزوج. نيجي المحور الثاني، الزوجة أحيانا بتنادي أو سمعنا أصوات بتتعالى بأن الزوجة بتعاني من اغتصاب الزوج أو جريمة اغتصاب الزوج، وبتنادي أيضا بالتطليق بناء على هذا السبب. المحور الثالث وهو جرائم العرض أو جرائم اللي هي سائدة في المجتمع حاليا، أبسطها التحرش وأقصاها طبعا الاغتصاب بالإكراه أو بالتهديد، ودي جنايات. يعني اغتصاب الأنثى ومواقعة الأنثى بدون رضاها دي من الجنايات في الدولة في القانون. طيب خلينا نرجع مرة أخرى ونفصص بقى مجموعة من هذه الجرائم. خلينا نبدأ على الكلام عن العنف الممارس داخل الأسرة. العنف الممارس ضد المرأة داخل الأسرة من ولي الأمر، حضرتك قلتي إنه في ضرب جزء منه، تمام، في قتل الفتيات حال تعرضهن للتحرش أو سوء السلوك أو الشك في سوء سلوكهم حتى لو ما كانش فيه ما يسدد ذلك، تمام، وفي جزئية تانية احنا نحب نسأل عنها بشكل قوي جدا، وهو هل من حق ولي الأمر إنه يمنع بنته من التعليم كعقوبة؟ نبدأ بالضرب. بشكل عام طبعا، وده للأسف احنا عندنا تفرقة
يعني كبيرة جدا ما بين الشرع وما بين القانون في مسألة الضرب. الضرب شرعا يعتبر من حقوق لولي الأمر سواء بقى الأب أو الزوج، ولكن طبعا ليه حدود بشرط عدم التعدي. يعني أنا الضرب شرعا ده وسيلة للتأديب مش وسيلة للانتقام أو العقوبة أو الإهانة. الضرب أنا بستخدمه، الزوج يستخدمه كوسيلة لتأديب الزوجة إذا لم تخضع للطاعة ولم تأتمر بأوامر، يعني المفروض أنها أوامر ترضي الله ورسوله. إذا لم تطيع هذه الأوامر فللزوج حق التأديب. طيب إذا الأوامر لا ترضي الله ورسوله، لا ليست له طاعة. احنا بنفترض القاعدة دي، قاعدة التأديب دي مقرونة ان الزوج هنا ولي امر، يعني المفروض ان هو شخصيا ده شخص ان هذا الامر لمصلحة الزوجة ومصلحة مصلحة طبعا طاعة الله ورسوله ثم طاعة الزوج. تمام كده، هنا ليه حق التأديب اذا لم تطيع. التأديب هنا برضو او الضرب ده ليه حدود برضو عدم التعدي. المفروض ان هو بيضرب ضرب غير مبرح بحيث ان هو اولا يتجنب الوجه، تاني حاجة لا يكون لا يؤدي الضرب ده الى تلف اي عضو من الاعضاء اللي بيتم ضربها. وكمان بعض الائمة قالوا انه لا يزيد على 3 ضربات، يعني في ائمة قالوا علامات واضحة في جسد المرأة ده كمان ليه حدود. يعني انا 3 ضربات، في ائمة قالوا 3 وفي ائمة قالوا لا اكتر من 3 ولكن لا يكون الضرب يؤدي الى عاهة مستديمة او لا يؤدي الى المرض. بالنسبة لكن عادي يعمل كدمات؟ لا ما يعملش كدمات. انا المفروض ان حدود الضرب ده ما احنا بنقول ان هو ضرب غير مبرح لا يصل الى حد العقوبة او الى حد الحدود. انا عندي الحدود في الشرع بيضرب الشخص السكير 80 جلدة والزان البكر 100 جلدة، انا ما بضربش الزوجة 80 و100 جلدة. انا عندي حدود الضرب 3. بعض الأئمة قالوا أكتر لكن ما يصلش إلى حد الضرب 100 أو إيه أو 80. وكمان حدوده إنه ما يؤديش إلى عاهة مستديمة ولا يؤدي إلى كدمات أو إلى إمراض الشخص بحيث إنه هو يقعد عن العمل أو يقعد عن أداء واجباته. يعني زي ضرب الأطفال مش المفروض إن هو يعلم، مش المفروض إن هو يهين، كمان مش المفروض إن هو لا يعلم ولا يهين، هو بس يعرف انه عمل حاجة غلط بالضبط وانها مش مقبولة بس. وكمان اكون انا اخدت الخطوات اللي قبل كده، يعني انا حدود التأديب ان انا ابدأ اولا بالوعظ ثم بعد كده بالزجر بالتعنيف ثم بعد كده الضرب. يعني انا اذا اخدت الخطوتين الاولانيين وبعد كده ما استجابتش ابدأ بالضرب. شو مفروض في الهجر في المضاجع كمان؟ ما هو الهجر ده يعتبر من اساليب العقاب. ده بالنسبة انا بتكلم على الاطفال، الطفل الاول بوجهه ثم بعد كده بعنفه ثم بعد كده بضرب. انما الزوجة التوجيه والنصح والارشاد ثم بعد كده الهجر في المضاجع ثم الضرب في حدود ما امر الله ورسوله، لان المفروض ما تخطاش حدود الضرب. تمام. طيب في رجال شايفين ان اليوم حقوق بشكل مطلق وانه ما فيش حاجه اسمها الاعتداء على الزوجه لانها نسائكم حيث لكم. في جزئيه في حته الضرب برضو انا عايزه اوضحها الحقيقه مهمه جدا. انا عندي القانون الوضعي بيختلف عن الاحوال الشخصيه. عموما قانون العقوبات ماده 242 ما بتفرقش في الصفه، يعني الشخص اللي يضرب يعاقب سواء بقى زوج ابوها زوجها سواء زوج ما عنديش تفرقه في الصفه في ماده القانون وما بياخدش حكم مخفف استنادا على ما بياخدش انه زوج او قانون او الى ذلك. القاضي الجنائي لا يفرق في الصفه ابدا. الاحوال الشخصيه لما بيجي مثلا ينظر التطليق للضرر لما يكون في حاله ضرب بيعتمد على الحكم الجنائي. تمام. ولما يحقق ويتحقق ان في ضرب بيطلق، يعني ما بيسألش ليه الضرب أو بس اللي هياخد القصة تانية. عدد من السيدات بيتوجهوا لأقسام الشرطة وتقول إن زوجها ضربها فيقول لها يعني عادي ما الرجالة بتضرب زوجاتها ولزوجها. حرام لها المحضر للأسف طالما ما فيش أي عاهات واضحة قوي. حرام لها المحضر عادي، وإذا كان في تقرير طبي بياخد حكم جنائي وبناء عليه طبعا اذا طلبت التطليق بتطلق للاسف. وطبعا دي للاسف لانه في حالات كتير جدا كيديه وفي حالات فعلا تستحق الزوجة التأديب بالضرب. يبقى انا عملت ايه؟ انا كده طلقت وهدمت اسرة في حين ان هي فعلا تستحق العقوبة.
انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، ان الضرب في حد ذاته كواقع في حال الأسرة ده عامل مهم، ده حق المفروض انا ما منعوش، لكن اوعي يعني يجب التوعية مش منع الحد مطلقا. شايفة الضرب حق ما منعوش؟ الضرب حق، في حدود، في حدود امر الله ورسوله، ولكن المفروض ان انا الحق ده، انا افترض ان بعض الاشخاص بيستخدموا هذا الحق بشكل سيء، هل انا اقول ممنوع الضرب؟ طيب احنا معنا تليفون مدام منى، اهلا بيكي. لو سمحتي ممكن تعلي صوتك شويه مدام منى. انتوا بتقولوا الضرب علشان يأدب الزوجه، مظبوط؟ والله الاستاذه بتقول كده، اتفضلي. طب الزوج لو اخطا او ما سمعش كلام الزوجه، مين اللي يأدبه؟ هل انا اقدر اضربه ضرب غير مبرح برضو؟ يعني ايه ما سمعش كلام الزوجه يا فندم؟ ده سؤال جد جدا يا فندم. طيب يعني هي بيفترض ان المرأة دي نوع كده من الحيوانات ولا الجواري والعبيد، علشان هو يجيز هي تكون بتفهم احسن منه واخلاقها احسن منه، هو يضربها ليه اصلا؟ تمام. طيب حضرتك، وبعدين هو لو اخطأ او ما سمعش كلام الزوجة او لم يطع الزوجة، اقدر اقدبه ولا هو مين اللي يقدبه؟ طيب طبعا. طيب شكرا ليكي، خليكي معنا. لا هذا سؤال في شقين، في لا في اكثر من شق الحقيقه. اولا حق الرجل في التاديب ده ناتج عن حق القوامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. حق التاديب جاي من الولايه، ده لابد او بيتطلب ان الزوج ده لابد انه تتوافر فيه شروط العداله وشروط القوامه وشروط الولايه على المراه. كون ان في بعض الاشخاص سيئة أو سيئة الخلق أو سيئة التأديب غير مؤدبة من الرجال، ده مش معناها أن أنا أخلق له قاعدة. أن القاعدة العامة في السواد الأعظم في هذه الأمة أن الرجل له القوام على المرأة، وهذا الشخص يستحق هذه الولاية على المرأة. ده ثانية واحدة، بما أنفقه ده نص. لا لا لا، أنا بتكلم على الولاية بشكل عام. أنا بتكلم ما هو الآية، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لأن المرأة مسؤولة من الزوج، ما هو مين اللي هينفق؟ هتبقى متجوزة حد ينفق عليها؟ تمام. مش معقول طبعا. تمام تمام. مثل القانون بتاعنا بيقول إيه الأول؟ في إيه؟ في الضرب ولا في إيه؟ في فكرة الحق. هي الأستاذة بتسأل، بتقول الشخص اللي بيكون غير مؤدب او بيتطول على المرأة، ده انا ما اعملوش قاعدة. انا بعمل القاعدة، هو خلق القاعدة من الاساس القاعدة ثواني. القاعدة الاصلية ان الرجل له القوامة وله الولاية، فله حق التأديب. تمام. نيجي للناس اللي هي بتبقى سيئة. خليكي معي. زمان زمان كان الرجل هو اللي بيكون متعلم ومثقف، كان الرجل هو اللي بيقوم بمهام البيت بشكل كامل. دلوقتي اصبحت الزوجه متعلمه وخريجه جامعات، واحيانا كمان تكون درجاتها العلميه اعلى من الزوج، عندها خبرات في الحياه، واحنا عارفين انه الذمه الماليه المفروض في الاسلام منفصله للزوجه عن الزوج. تمام. فهي متعلمه وليها ذمتها الماليه، وقد تكون بتشارك في الصرف على المنزل. غير كده هو في الاخر بيستاثر بكل الحقوق ليه، على الرغم ان هو ما بيقومش بكل الواجبات اللي عليه. في خلط في المفاهيم، وده حاصل في عدد كبير جدا. انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل في يعني في الامم السابقه قبلنا، هل ما كانش في ناس متعلمين في النساء في امه النبي؟ السيده عائشه رضي الله عنها افقه نساء الامه. سيده عائشه، وعشان سيدنا النبي هو اللي كان بيتعامل معاها. مفترض بقى في رجال هذه الامه ان يمتثلوا تمام لاوامر الله ورسوله، وان يكونوا بذات الصفات. ولذلك القرآن الكريم موجه لمين؟ للأشخاص المتزنين الذين يستحقون الولاية على المرأة. كون المرأة لها ذمة مالية وتنفق، ده مش معناها أن تنتقل إليها الولاية. أنا ما لا 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 لا، احنا بنتكلمش على الولاية، احنا بنتكلم دلوقتي على فكرة أنه الافتراض كان قائم على أنه الزوج إن هي أكثر خبرة من المرأة. تمام كويس. فإذا كان حكم حياتنا الحالي بيقول ان الزوج مش اكتر خبره من المراه، القواعد الشرعيه لا تاتي عليها استثناءات ولا يتاتى عليها التبديل والتحويل الى يوم القيامه. تمام. لكن القانون الوضعي، القانون الوضعي يغير الامور وتبقى لتعامله مع النفسيات المريضه.
النفسيات المريضة دي احنا بقى لو ما كانش في نفسية مريضة من الاول ما كناش وصلنا للمرحلة دي. وانا بقول لحضرتك انا ما ينفعش اعمل قاعدة لشخص مختل، شخص بيضرب او شخص بيضرب بدون اي اسباب، ده شخص مختل مدمن مخدرات عنده مرض نفسي، هل ده اعمل له قاعدة واقول ان الست تضربه؟ الكلام مش تمام. هنرجع لجزئية الست تضرب الراجل دي بس خلينا ناخد تليفون مدام هدى. اهلا بيكي مدام هدى. الو ايوه يا فندم، ممكن ترفعي صوتك شويه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. اتكلم الاستاذه بعد اذنك. اتفضلي معاكي. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عندي مشكلتي مع جوزي مشكله صعبه جدا، انا متزوجه بقالي 35 سنه. مين. هو من الاول يعني مش راجل بيت بمعنى ان هو باصص لبيته، فانا كنت قاعده مع اولادي على اني مش حابه موضوع الطلاق ده وربي اولادي بدل ما اسيبهم واتعذب اكتر والكلام ده، فعايش سمر. دلوقتي انا كبرت في السن وانا مش حاضنه، ودلوقتي هو بيعاملني معامله قسوه جدا وبيقول لي لو مش عاجبك امشي على ان انا مش حاضنه زي ما بيقول القانون. تمام معايا حضرتك؟ ايوه اتفضل. فدلوقتي لا بيكفيني ولا بيعالجني ولا بيصرف على البيت كويس، ومستهتر جدا ببيته ولا بيسال في بنته، معهوش غير بنت واحده مستقل فيها ولا شايل لها حاجه ولا عامل لها مستقبله باي شيء، وكل ما اكلمه يقول لي مش عاجبك امشي. فانا مش عارفه اخد معاه ده حقي اروح فين دلوقتي، انا نفسيتي تعبت جدا وبنتي كمان نفسيتها تعبت ومش لاقيين لا مخرج لاني انا ما عنديش سكن، اروح فين؟ لا اما اتعذب واعيش زي الجاريه لا اما امشي، اروح فين؟ قانون ازاي البند ده يسمح للزوجه عاشت 35 سنه عمرها كله واكتر واخيرا يقول لها مالكيش مات وامشي ازاي يعني؟ فانا تعبانه خالص نفسيا وشها بره 700 جنيه واكتر. تفاصيل مؤسفه طبعا. اعمل ايه؟ حضرتك عايزه تسالي على حاجه؟ كل يوم مش قادره اقدمه، مش قادره ابص في وشه لاني بيعاملني معامله سيئه، قولي لي اعمل ايه؟ احقق ايه؟ طيب هي حضرتك عايزه تساليها على حاجه. بنت عندها كام سنه؟ البنت 30 سنه بس متجوزه وانا لسه تعبت خالص. تمام. الولاد تعبوا تعبوا خالص وحتى كره ابوها. معلش طبعا الحالات بتهدمني كمان بيهدمني وبيهني ومش قادره استحمل. معلش ربنا يكون في عونك. دلوقتي يا استاذه بربه تقول لك ايه اللي ممكن يتعمل؟ الحالات السيئة طبعا اللي احنا بنواجهها في المجتمع دي كل دي شواذ، هي للأسف أصبحت بتاخد مساحة كبيرة في المجتمع للأسف. ولكن دي تعتبر عشان كده بسأل حضرتك على القانون الوضعي نظرا لأنه ده اللي بيتعامل مع المساوئ القائمة بالفعل وليس على الحياة كما يجب أن تكون. خطأ للأسف. خطأ لأن أنا لما بشرع النص الوضعي للأسف ببعد القاعدة الوضعية بعدت عن القاعدة الشرعية، ولذلك هتلاقي المشاكل الموجودة في المجتمع دي مشاكل تراكمية نتيجة عدم مراعاة القاعدة الشرعية. اللي احنا شايفينه ده طبعا ناتج عن عدم الوعي وعدم البني الشخص او الرجل مش عارف حقوقه ومش عارف واجباته، فطبعا بالتالي بتجدي الامور الشاذة في المجتمع دي اخذت مساحة كبيرة جدا نتيجة عدم الوعي. طيب. وعدم التمسك طبعا بالامور الشرعية وبامور الدين. مدام هدى تعمل ايه وهي معاها بنت؟ البنت خلاص ما عادتش يعني في سن الحضانة والرجل ما بيصرفش وما بيعملش حاجة. قانونا بالعنف الشديد قانونا حضانة البنت حتى تتزوج، يعني هي تقيم في هذا المكان حتى تتزوج البنت. بالنسبة للمعاملة السيئة حتى وعندها 30 سنة حتى لو حتى تتزوج. بالنسبة هي ما هي زوجة كمان، هي المرأة ما هي زوجة، هي تستحق النفقة على البنت حتى تتزوج. طبعا نفقة البنت على الأب على الوالد حتى تتزوج ونفقة الزوجة على الزوج طبعا ما ده نفقتها هي على زوجها، ما هي طالما على ذمته خلاص الزوجية قائمة تستحق نفقتها كاملة. بالنسبة هنا السكن والنفقة موجودين، ما مش هيقدر ان هو يحرمها منهم، هو بيحاول يهددها او بيحاول يكرهها ان هي تسيب السكن، لكن قانونا لا من حقها كل حاجة. طيب بالنسبة للمعاملة السيئة بقى دي احنا مش هنقدر يعني ده عايز توعية عايز طيب. وعي. ما هو هي بتقول برضو انه ما بيصرف شيء، ولما بتقول له ما ينفعش ما تصرفش تتوجه الى محكمة الاسرة بإقامة دعوة نفقة والبنت مأكل وملبس تمام كده وللبنت، البنت لأنها بلغت هي اللي ترفع من نفسها، يعني مش هي بصفتها حضنة لا البنت هي اللي بترفع النفقة على الأب. تمام، لكن مسؤولية الأب على البنت حتى تتزوج قائمة حتى تتزوج.
تمام استاذن حضرتك وسائر المشاهدين هرخك فاصل ونرجع لك اليوم ولا الامس، بل هي قضايا موجودة في المحاكم المصرية منذ فترة طويلة. ولكن السؤال الأهم، كيف نقضي على العنف الذي تعاني منه المرأة المصرية وتحديدا في السنوات الأخيرة؟ العنف ضد المرأة مش ظاهرة جديدة، هي ظاهرة قديمة، ولكن انتشر في هذه الأيام للأحداث والبلبلة اللي حدثت والفوضى اللي حصلت في الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وده زود وتيرة العنف لدى البشر ولدى الناس. الناس حسوا ان البلد مش يعني مش عليها قبضة حديدية، فده زاد العنف على المرأة الى حد ما. اذا لم يتم احترام المرأة ووقف العنف ضدها من خلال القوانين ومواد الدستور، من خلال الدولة نفسها، من خلال مؤسسات الدولة، إذا ما تمش احترام المرأة وإضعاف حقها الحقيقي، المرأة تمثل 50% في المجتمع، ولا بد أن يكون تواجدها مقارب لهذه النسبة، وتواجد حقيقي وليس شكلي وليس ديكور لإرضاء أو إظهارنا أن احنا دولة متحضرة أو ديمقراطية. شباب اليومين دول يعني الأزواج بمعنى صح بقى عندهم العنف ده يعني حاجة أساسية من ضغوط الحياة، ومنهم طبعا المعظم بيتعاطوا المخدرات، وطبعا حضرتك عارف ان المخدرات دي بتبقى يعني حاله صعبه قوي، عصبيه ولا مبالاه، ومفيش طبعا غياب الوعي والتربيه والدين، يعني البعد عن الدين هو ده العامل الاساسي. بالنسبه للعنف ضد المراه انتشر مؤخرا بسبب الضغوط النفسيه المحاطه بالمراه وبالرجل، سواء ضغوط ماديه او ادبيه او اجتماعيه، خاصه في الفتره الراهنه. فضلا عن طبعا كل أسرة الدخل بتاعها بيكون غالبا بيقضي بالعافية أو يعني يدوبك، فبالتالي بيكون في ضغط على المرأة وضغط على الرجل من كثرة الطلبات، فبينهار الرجل فبيطلع الكبت اللي فيه في المرأة، فبالتالي بتنهار الأسرة وبتطلب الطلاق وبنخش في موضوع تاني. العنف انتشر عشان النفوس بقت ضعيفة، مفيش أخلاق، مفيش تربية في المدارس، واحنا من بعد الثورة كلنا كمصريين بنعيش في جمهورية مصر العربية بنعاني من انفلات اخلاقي. تمام، بس هو يعني انا عايز اقول ان هو التأديب او الضرب بشكل خاص ده قاعدة، كون ان في ناس بتتعدى او في ناس بتجور على هذا الحق مش معناها ان انا امنع. احنا محتاجين توعية، الشعب محتاج توعية وثقافة مختلفة عن الثقافات اللي موجودة دلوقتي حاليا. الشعب او المجتمع اصبح فيه تيارات دخلت عليه يعني توهت القيم وتوهت التقاليد والعادات وتوهت كمان الاخلاق. مش معنى كده ان انا اعتدي على القاعدة او اعتدي على القواعد اللي موجودة وبتحكم والشرع اللي بيحكم المجتمع. احنا بنتكلم دلوقتي على فكرة ضرب الزوج للزوجة، ايه لو الوضع يعني بقى بالعكس، ايه اللي هيحصل لو الزوجة هي اللي ضربت الزوج او هو ضربها فدفعت عن نفسها؟ كائن طبيعي يعني. شرعا وقانونا من مسقطات الحقوق الشرعية للمرأة ومن مسببات النشوز أن تقوم المرأة بضرب الرجل. أنا عندي ثلاث جرائم إذا ارتكبتها المرأة تؤدي إلى نشوزها، وهي أولا السرقة، إذا قامت بسرقة الزوج وثبتت الجريمة. تاني حاجة جريمة الضرب، أن تقوم هي بالاعتداء بالضرب على الزوج حتى ولو دفاعا عن نفسها المفروض أنه شرعا ما تردش بالضرب، ده يعد من مسقطات الحقوق الشرعية. ثالث حاجة جريمة الزنا إذا ارتكبت. ما نقدرش نتكلم في السرقة ما نقدرش نتكلم في الزنا، ولكن بنتكلم في إنما ما تقدريش تقولي لحد بيمارس عليه عنف إنه بيتضرب إنه ما يدفعش عن نفسه. القاعدة ما إحنا بنقول إن هذا الوسيلة وهذه الوسيلة كوسيلة تأديب، نفترض إن هو عنده حق في الضرب وهي بتقول أنا بدافع عن نفسي، ونفترض إن هو ما عندوش حق في الضرب. حتة ما عندوش حق في الضرب دي، انا ما انا قلت لحضرتك انا ما اقدرش اعمل قاعدة لشخص شاذ، شخص مختل، بس ما اقدرش ان انا اقنن له. هقول لحضرتك حاجة، انا مختلفة مع حضرتك لسبب بسيط، انه الاسلام دين متكامل بيحط القاعدة
بيحطوا ضوابطها. تمام كده. يعني لما قال مثلا مثنى وثلاث ورباع، وان قال برضو فإن خفتم ألا تعدلوا، ألا تعدلوا فواحدة، فواحدة ده الاستثناء. خفتم ألا تعدلوا ولن تعدلوا، ولن ولن تعدلوا، الاستثناءات ولن تعدلوا. فهي الفكرة انه يعني في حاجات تركت لسلامة العقل كويس. تمام. ففي وقت الناس عقلها مش سليم فيه، أخلاقياتها مش سليمة فيه، لابد من وجود روادع تحمي الطرف الضعيف اللي هو في الحالة دي بيبقى سيدة. الروادع، فلما نقول انه من حق الرجل ضرب السيدة، اللي بيحصل كالتالي انه خلاص من حقه ضربها، طالع نازل بيضرب فيها، وفي الاخر هي مش من حقها الاعتراض ومش من حقها الدفاع عن نفسها. ما احنا قلنا فكائن بشري، لو اتنين رجالة ضربوا بعض، لا مؤاخذة بقى معلش سؤال، أيوة. لو اتنين رجالة ضربوا بعض في الشارع كويس، من حق الرجل ان هو يحمي نفسه. تمام. فيبقى راجل ما شاء الله قد كده وبيضرب سيدة ومش من حقها انها تحمي نفسها. احنا بنتكلم على قاعدة انها ترد بالضرب او انها تكون بالاعتداء بالضرب، سواء هذا الضرب هي المعتدية او هتقوم برد او بتدافع عن نفسها. بتدافع عن نفسها ده استثناء، المفروض ان الضرورة تقدر بقدرها. ان انا ادافع عن نفسي، ادافع بالضرب اني انا اضربه، انا بدافع عن نفسي بحمي نفسي نتيجة العدوان اللي واقع عليا، بدافع عن نفسي مش بدافع برد بضرب بالقلم او بضرب بمثلا بآلة. لا، الضرورة تقدر بقدرها. دفاع عن النفس معناها ان انا احجب او انحي العدوان اللي نزل عليا. تمام. لا معنا استاذ خلف الله، اهلا بك يا فندم. للأسف استاذ خلف الله، احنا في انتظار مكالمتك تاني يا استاذ خلف الله. مهم ان احنا نسمع رأي الرجال في موضوع حلقتنا النهاردة. احنا بنتكلم على العنف داخل الأسرة، وعلى ضرب رجال لزوجاتهم، ضرب رجال لبناتهم. عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. هل من حق الأخ انه يؤدب أخته؟ أيضا شرعا ان الولاية تجوز للأخ، إذا في حالة عدم وجود الأب أو في حالة وجود ولي الأمر الجد مثلا، أكيد هيكون الأخ له ولاية تأديب. برضو في حدود شرع الله ورسوله، لابد ان تكون القاعدة دي برضو في لها حدودها. اذا كان له حق التأديب، لابد برضو ان يستخدم هذا الحق في اطار اللي المفروض انه يستخدمه في سبيل التأديب، مش في سبيل العقوبة او في سبيل الانتقام. طيب احنا برضو عندنا في صحيح الاسلام ممنوع الفتاة تكبر مثلا على الزواج. تمام. المفروض الولي ياخد الاجراءات التي في مصلحة الفتاة. تمام. فمش من حقه مثلا هو يمنعها عن العمل او عن استكمال دراستها. لا طبعا، ده شكل من اشكال الاكراه ايضا. ولذلك احنا عندنا في دعوة الاحوال الشخصية من حق البنت أيوة. انها ترفع دعوة للتعليم، ومن حق الام اذا الاب منع الطفلة او الابن من التعليم، بتاخد هي ولاية تعليمية على الطفل وتاخد مصروفات هذه العملية التعليمية. تمام. هو بيمارس عنف عليها لوحده، فلما ترفع عليه قضية مش هيضربها؟ لا طبعا، انا القانون بيحكم هذه السلبيات. عندي قانون الاحوال الشخصية الحمد لله، يعني في جانب المرأة في كل الاحوال اللي حضرتك عرضتيها دي. يعني بيقول ايه بالظبط؟ يعني انا من حقي ان انا ارفع قضية على الاب للتعليم، من حقي ان انا اخد مصروفات التعليم دي، بس مش من حقي ان انا احمي نفسي لما يضربني عشان رفعت عليه قضية. ما هو حالة الضرب والتأديب، ما احنا قلنا بقى ان مش من حقه، دي حتة ان عدم الحقوق ومش انا لازم التزم القاعدة. في استثناءات خارجة دي اتعامل معاها بالتوعية، مش ان انا اسن قانون مثلا يعتدي على القاعدة. يعني انا لما بنقول مثلا في حالة، لا احنا مش بندي قانون الاعتداء على القاعدة، احنا بندي قانون لحماية منح الحق. واذا حاولت ان انا اخد حق الى حد ما هيجور على القاعدة، فده بيكون استثناء لابد ان انا اخده بضرورة، يعني اخده بالقدر المباح ليا اني اخد حق. يعني السيدة مضطرة او الفتاة مضطرة انها تلجأ الى القضاء علشان تمنع الولي من ان هو يضربها. مش تمنع الولي ان هو يضربها، احنا بنرفع الامر للقضاء في حالة الاعتداء او التعدي الغير مباح. تمام. طيب اذا كان مش من حق المرأة انها تحمي نفسها ب
حال وقوع الاعتداء الجسدي عليها بالضرب او ان هو بيحدفها بحاجة، هيكون من حق انها تمنع الاعتداء المعنوي عليها؟ ما احنا قلنا احنا التهديد وما الى ذلك، احنا عندنا القانون الوضعي قانون العقوبات في الحتة دي مختلف عن القاعدة الشرعية. اذا لجأت للقضاء في اي حال من الاحوال بيستجيب، بيسمع الدعوة، ما بيفرقش، لان الصفة عندي مش ملهاش قيمة وملهاش اعتبار. اذا رفعت الدعوة على الشخص دوا المتهم ايا كانت صفته بالنسبة للمجني عليه بتنظر الدعوة. تمام. طيب، وبموجب القانون بيتم تطبيق القانون عليه كأنهما اتنين منفصلين كأنهم مفيش اي صلة رجالة تنتدات. القاعدة دي بتخلص الحمد لله. بعض الجرائم الاخرى المضادة للطبيعة، العلاقات الزوجية بقى بين الرجل وزوجته، تمام، برا من الممكن السيدة تطلب البوليس عشان زوجها يعني اعتدى عليها او اغتصبها داخل المنزل. احنا هنا الرجالة بتضحك على هذا الموضوع. الحقيقة طالت بعض الاصوات في الوضع الحالي ان بعض الزوجات تطالب بالتطليق نتيجة قيام الزوج باغتصاب الزوجة او نتيجة انتهاك حقوق المرأة في هذا المطلق، انه يعني بيجبرها على المعاشرة الزوجية او في اثناء المعاشرة الزوجية بتكون المعاملة سيئة للغاية او في عنف مفرط، في عنف، تمام كده. طبعا الجزئية دي علشان يعني نتناولها بشكل صحيح لازم نناقش اصلين. الاصل الاول، وده للأسف يجهله المجتمع بشكل كبير، اللي هي آداب المعاشرة الزوجية. أغلب الرجال بياخدوا الثقافة الجنسية مش من الشرع، بياخدوها من الكلام أو الحوارات الأمينة بالضبط، وطبعا المواقع الإباحية. تمام كده. طبعا أنا لو رجعت لفقه المسلم والمرأة أيضا تعود إلى فقه المرأة المسلمة، كل طرف من الطرفين لابد ان هو يعلم ايه هي حقوقه وايه هي واجباته، هيصلوا هما الاثنين الى نتيجة افضل من الواقع الحالي بكتير. تمام. أستاذ الحديث هتقف عند النقطة دي، نخرج في فاصل ونعود مرة أخرى. مشاهدينا انتظرونا مرة أخرى، ما زالت ضيفتي الأستاذة مرفت حافظ محامية بالاستئناف العالي، وكنا قبل الفاصل بنتكلم في أحد الموضوعات المسكوت عنها أو الموضوعات الشائكة جدا، وهي اغتصاب الرجل لزوجته. عايزين نعرف بقى تمام. اللي بيحصل بالنسبة للأصل الأول وهو آداب أو التزام آداب المعاشرة الزوجية. احنا قلنا ان الثقافة الحالية سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة بعيدة كل البعد عن آداب المعاشرة التي أمر بها سبحانه وتعالى. طبعا ده نتيجة عدم الوعي بأن النكاح أو الزواج له مقاصد شرعية هامة. أول هام إن سبب الزواج هو تكسير سواد الأمة أو الإنجاب للحفظ النوع. تاني هام المفروض إني أنا بألتزم بالنكاح أو يعني متطلباته وهي الجماع علشان الائتمار بأوامر الله ورسوله. أنا بعمل كده لأن أنا أمرت إني أنا أتزوج وبالتالي أقوم على مباشرة الزوجة، فلابد اني التزم ايضا باوامر الله ورسوله في اتباع واحدة. صون النفس والسكن والمودة والرحمة اخبرهم ايه في الموضوع ده، شيء طبيعي. ما هو ده احنا لسه بنقول المقاصد اهو، ما هي دي مقاصد الشرع. اني انا احفظ النفس واستوفي هذه الرغبة بشكل او بقنوات شرعية امر بها الله ورسوله. تمام. فلابد اولا انه الزوج مثلا ابسطها انه يتهيأ لهذا الجماع، لابد ان يحفظ على النظافة الشخصية، لابد من ملاطفة الزوجة كما امر الرسول. كل دي مقدمات بيتجنبها الزوج للأسف، ولذلك بنصل الى النتيجة السيئة انه بينقض الزوج على الزوجة كفريسة مش كزوجة او كطرف تاني المفروض انها بتتوازن هذه العلاقة بالاكتمال النفسي بين الاثنين. فده اول اصل، انه احنا اجتنبنا التزام اداب المعاشرة الزوجية. تمام. الاصل الثاني وده اهم منه وهو مسألة تعدد الزوجات. دي قاعدة
للأسف النساء بتحاربها بشكل عنيف جدا، وهي مسألة تعدد الزوجات أو أن يكون الزوج لديه أكتر من زوجة. ودي طبعا نتيجة برضو عدم الوعي أو عدم الفهم. استأذن حضرتك ناخد الحاج علي وبعدين نرجع نكمل كلامنا. اتفضل يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ممكن أسأل أستاذة؟ عينينا ليك يا فندم. اتفضل. طيب الله يبارك فيك. دلوقتي عايزين نعرف الولاية التعليمية للأطفال، يعني أطفال لسه في سن المدارس الابتدائي لسه أو الأجنبي، عايز أعرف الولاية التعليمية لما يكون الست لسه زوجة على ذمة جوزها، ولما تتطلق لا الولاية التعليمية تبقى لمين؟ للأم ولا للأب؟ تمام. حضرتك عندك سؤال تاني؟ وبعدين في حاجة تانية، دلوقتي الست اللي بتحرض عيالها على جوزها تقول له بابا وحش، بابا مجنون، بابا وبعدين يجيب لهم حاجات حلوة ترميه يرموها العيال ومدى العيال يشوف ابوهم خالص، لدرجة ان هو بيروح لهم برا في مكان مدارسهم وهي على ذمته لسه ما اتطلقتش. استاذ انا بقى حاجة عايز تسألي على حاجة. الاطفال سنهم قد ايه؟ سنهم قد ايه الاطفال يا فندم؟ سنهم قد ايه الاطفال يا فندم؟ الاولاد عندهم قد ايه؟ سنتين وثلاث سنين. سنتين؟ ست سنين وثلاث سنين. تمام. شكرا ليك يا فندم وخليك معنا. طبعا الولايه التعليميه، الولايه التعليميه طالما الزوجيه قائمه في الولايه للاب. في حاجه تانية، التعليم بيبدا من سن 5 سنوات طبعا زي ما احنا عارفين في حالة المدارس الخاصة، وفي حالة 6 سنوات في حالة المدارس الحكومية. تمام. على الأب انه طبعا اذا كان له المقدرة ان يقوم ببداية التعليم الخاص، اذا ما كانتش ليه المقدرة فيبدأ من 6 سنوات اللي هي التعليم الحكومي. نيجي في حالة الانفصال يعني التطليق او حصلت على طلاق او حصلت على خلع، هنا بتنتقل الولاية طبعا للأم، الولاية التعليمية تنتقل للأم بالتطليق لانه ما دام في حضانتها الولايه للام، ولكن بشروط. اذا الاب مش في مقدرته التعليم الخاص لابد ان تلتزم الام ان يكون التعليم يبدا من 6 سنوات تعليم حكومي، يعني الاب مقدرته تعليم حكومي تلتزم هي بالتعليم الحكومي. طب اذا كانت هي قادره على دفع المصروفات يبقى ما تطلبوش هو. تمام كده. كمان اذا هو في مقدرته مصروفات بقى لو هي مدرسة خاصة، وفي بقى ملحقات التعليم الخاص هو مش في مقدرته، لو هي هتلتزم بيه ما تطلبوش برضه. تمام. يبقى اذا تنتقل الولاية بالتطليق ولكن في حدود، هي دي الحدود الاستثناءات دي اللي احنا المنصوص عليها، انه يبدأ التعليم اذا كان 5 سنوات خاص لابد انه يكون مقترن بمقدرة الشخص المالي. قصة الرؤية بقى. دي مسألة طبعا مهمة جدا وللأسف مهمشة في القانون. تنظيم الرؤية في مصر سيء جدا، لان احنا بنجد ان المحكمة بتحكم، هو اذا الاب او الام طلبت الرؤية بيحكم بالرؤية، ولكن بتيجي على اماكن التطبيق هو اللي بيبقى فيه مشكلة. بالضبط كده. بتيجي على اماكن ممكن جدا يكون نادي رياضي، مفروض ان انا بنفذ في اندية اجتماعية مش في أندية فيها ملاعب بتاعها صالات حديد وناس بتلعب ملاكمة. في أماكن برضو أندية رياضية بتبقى منحدرة جدا ومستواها هابط، ناس يعني المستوى لا يليق أبدا بتنفيذ أحكام رؤية. للأسف المحاكم أو القضاء لا يراعي هذه الجزئية وبيدي الأحكام مطلقة بدون تحريات وبدون سؤال عن هذه الأماكن. طيب في حالات الانفصال بدون الطلاق، تمام، هل من حق الطرف اللي مش معاه الاولاد ان هو يطلب رؤيتهم؟ يعني هل من الممكن رفع قضيه رؤيه وعلاقه الزواج ما زالت قائمه استنادا على انه اذا تراضى الطرفين بتنظم العلاقه بهذا الشكل؟ لكن اذا طيب في عقد مكتوب من حقها بقى تقاضيه او هو يقاضيها لو هم اتفقوا على حاجه. وفي كل الاحوال في حالات الطلاق لو هو قدر يثبت فعلا انه في تعنت من الطرف الاخر في الرؤيه بيبقى في حكم، في عقوبه على فكره، بيكون في الحاضن وقد تسحب الحضانه خالص، بتنتقل الحضانه للمراه التاليه لها في الحضانه، ثم بعد ذلك تعود لها بعد انقضاء مده. المفروض قاضي الاحوال الشخصيه بيحكم بانتقال الحضانه لمده 15 يوم للجده مثلا، جده ام الام. تمام. ثم تنتقل لها، مش بشكل، لا مش للاب. تمام.
لان انتقال الحضانة او سقوط الحضانة عن الام لاسباب معينة. نرجع بقى لموضوع حلقتنا النهاردة، كنا بنتكلم على اغتصاب الزوج للزوجة. اغتصاب الزوج للزوجة دي طبعا احد سلبيات الاعتداء على قاعدة تعدد الزوجات. احنا قلنا قبل كده ان التعدد، قاعدة التعدد الاصل في الزواج عندنا في الشرع هو التعدد، والاستثناء هو الاقتصار على زوجة واحدة. وللأسف الكلام ده، وإن خفتم ألا تعدلوا ولن تعدلوا. أنا هرد على حضرتك في جزئية دي. القاعدة هي تعدد يعني الزوجات مثنى وثلاثة ورباع. إن خفتم ألا تعدلوا، أنا عندي التعدد ده مقرون بشرطين، وهو العدل في المبيت والسكن وفي الإنفاق. تمام. وطبعا الاستثناء والشرط الثاني القدرة على الإنفاق، إنه يقدر إنه هو ينفق على أكثر من زوجة. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا في الإنفاق وفي السكن والمبيت. ولن تعدلوا بقى دي مش معناها إن أنتم مش هتعدلوا فعلا، ده يعني ده مش واقع حال. المقصود بعدم العدل المقطوع به هو عدم العدل العاطفي أو الميل، لأن قطعا هتكون إحدى الزوجات لها واقع في نفس الزوج إلى حد ما جميلة، إلى حد ما كريمة، بعض المميزات اللي تميزها عن ال. نرجع تاني لموضوعنا. الزوجة التي تتعرض للاغتصاب. للاغتصاب تحمي نفسها ازاي؟ ما هي احد سلبيات الاعتداء على هذه القاعدة هي اغتصاب الزوج للزوجة، لانه مش قادر يقتدي الرغبة او يقتدي شهوته بزوجة واحدة، فبيعمل ايه؟ العنف ده نتيجة انه مفيش اكتر من زوجة تخفف من حدة هذه الرغبة او هذه الشهوة، فالشيء الطبيعي بينجم عندي عنف. هي مش قادرة يعني هو هي بتسميه اغتصاب، الحقيقة ان هو هي اللي مش قادرة توفي بمتطلبات الزوج، هو ده واقع الحال. لكن هي بتعكسه، بتقول نتيجة عكسية، هي بتقول ان هو بيغتصبني. لا، هو مش بيغتصبها، هو مش قادر يقتدي هذه الشهوة. ولذلك انت عندك لكن احد النداءات والتعامل العنيف والضرب احيانا هي بتسمي كل الكلام ده، هي بتسمي كل الكلام ده ما يعني. طيب. حضرتك شايفه ان سبب النبذ ده، شايفه بعض الاصوات تعالت بتشجب الخيانه الزوجيه، ودي حالات يعني منتشره جدا في المجتمع، ان الزوج بتكون لي الزوجه واحده ولكنه اكتر من علاقه. للاسف ايه ايه يعني ايه تكييف المجتمع للحاجات دي؟ ايه المشكله؟ لا انا بسال حضرتك. طيب رجع عليا حضرتك. انا بالنسبه لي الخيانه زيها زي الزنا. لا. وفي الشرع بيقول المحصن لما يزني اول جريمه حصلت في التاريخ هي ايه؟ اول جريمه حصلت على الارض القتل. حضرتك قابيل قتل هابيل. القصه مبداها ان حواء كانت تلد في البطن الواحده ولد وبنت، ثم البطن التالية ولد وبنت، وكانت الشرع حينذاك انه الولد الاول يتزوج من البنت مختلفتين. من البنت التانية. فكان قابيل بيحب زوجة هابيل. ايه يا فندم احنا عارفين القصة. تمام. طيب السؤال، وهذه التي تتعرض الى الاغتصاب من زوجها تعمل ايه؟ نكمل البيان دون او نكمل الصورة دي. ايه اللي حصل او ايه اللي تم؟ نتيجة الرغبة الشديدة في الزوجة التانية وقلة عدد النساء، عدد النساء قليل، فأدى الأمر إلى إيه؟ إلى أنه اعتدى على أخيه علشان ياخد زوجته. طيب مش لأنه كان عنده مشاكل سلوكية، مش لا. أنه كان في قلة أو ندرة في النساء، قلة أو ندرة النساء. طيب يا فندم إحنا للأسف وقتنا خلص. طب أكمل الجزئية دي. أنا عايزة أسأل بس سؤال فضل واضح علشان بس نختم هذه الجزئية. تمام. سيدة حصلت لموقف، احنا بنتكلم على جرائم. تمام. هتعمل ايه؟ ما هو انا لازم اعالج الاول اساسيات المشكلة اللي ادت للنتيجة اللي احنا فيها. لما انا اول اواجه المشكلة دي وانا ما بعالجش الجذور وبعالج السلبيات، مش هتتعالج المشكلة. تمام. للأسف احنا وقت حلقتنا خلص. مشاهدينا الكرام، كان بودي ان احنا نصل لحل في هذه المشكلة، لكن يبدو انه مسألة صعبة شوية، هنضطر ان احنا نبعد بعيد قوي ونبدأ من مرحلة متقدمة. شكرا لحضراتكم، وشكرا لضيفتي الأستاذة ميرفت حافظ المحامية بالاستئناف العالي، نورتينا يا فندم.